سومر امس وين طلعنا صلاح؟ انا والله الفلافل هذه وكلتوني اياها ما ادري السالفه فين القريب. لا لا دقيق الكراد ماكلين فلافل اليوم؟ لا لا والله ماكلين ما دخيل سولف الشباب ماكل فلافل الحمد لله اموري طيبه انا ما كنت انا امورك جيده لا انا صدت الموضوع وخدت لي ما شاء الله شاورما ثنتين بس ما شاء الله والجماعه اثنينهم كلوا فلافل كل اثنين لا انا كشف ولا وتبي اقول لك يعني بس وش عاد تبي تشوف لا وبعد مرتب الشاورما ترتيب عالي جدا العب ومزمز كيف تعرف انه ما من هنا خلاص مسكر طيب هي هي موروث شعبي واكل ونعم ونعمه الله وكذا بس انت في بغداد اكو اكلات شهيره السمك الدولمه شنو اللي خلاك تشوف امس كنا في مطعم بدون ذكر اسامي يعني لانه خاف يصير اعلان ولكن هو مشهور يعني انا اول شيء عاشق للباكر ممتاز ولكن امر في مرحله تجهيز فدايت شديد يعني تنشيط في مرحله الفيزيك يعني الجسم بس انا لما اوصل بغداد ينتهي يخرب مو يخرب ينتهي لان في وجبات هذه لا تعوض خاصه في الاكل العراقي لان الاكل العراقي ما في نفسه بس الاكل العراقي فيه ميزه اذا اكلت وجبه ما تاكل غيرها صحيح عرفت يعني انا الباكر هي الاكله الاولى تقريبا احبها يا اخي احب الاكل الشعبي تعبنا اقول له اليوم سعود اقول له ملينا مطاعم كشخه بعدين وش فيك؟ لا اضرب مخنوق حبيبي اضرب سريع اليوم اكل فلافل بالشارع انا وقاعده بالشارع والناس حياه حقيقي تكون صجي انت انسان هي هذه ميزه العراق عصير زبيب عصير زبيب عصير زبيب انا كنت اشربت رمان فالفكره العراق تكون على حقيقتك يعني سبحان الله القلب اذا ارتاح يقول يبي يبان على المظهر والله في العراق يصير هذا الموضوع حلو والله يصير هذا الموضوع بشكل قوي يعني نكون على طبيعتنا 1000% نكون على قولتهم ما بقول حقيقيين صجيين صجيين صجي هسه نبدي بالحديث الجديد